هناك بعض الناس يقرؤون سورة الفاتحة عند كتابة عقد الزواج أو يقولون الفاتحة على روح فلان، فهل هذه من البدع؟ نعم، هذه بدعة صريحة، لا تقرأ الفاتحة عند عقد الزواج، لكن العوام يظنون أن تقرأ الفاتحة عند العقد، هذا ما له أصل. اللي يقرأ عند العقد الآيات الثلاث من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أولا خطبة الحاجة: نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، إلى آخره. ثم يقرأ آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، الآيتين، الآية والتي بعدها، ثم أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية الثالثة آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الآية آيتان من سورة الأحزاب، ثم بعدها يأتي الإيجاب والقبول، الإيجاب من الولي والقبول من الزوج. هذا عقد النكاح، ويكون فيه شهود، يكون فيه شاهدان يشهدان على العقد، ويكون رضا الزوجة، يؤخذ رضا الزوجة وإذنها بذلك. نعم.